حياكم الله متابعينا الكرام، ونلتقي مع احد اللاعبين والنجوم في هذا الملعب من فريق العبري اللي كانوا بصراحه يعني يلعبوا تكتيك وبقوه وجمال، لكن هذه طبيعه الكره. نرحب بالكابتن احمد، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك الكابتن احمد بن عفيف، اليوم انطباعك عن المباراه ومدى رضاك عن الجو اللي انتم قدمتوه بعيدا عن النتيجه؟ اول شيء الحمد لله على كل حال، ما هي مكتوبة لنا الحمد لله، لكن بإذن الله نعوضها في المباريات القادمة. قدامنا مبارتين إن شاء الله نعوضها، هي 6 نقاط نتأهل بإذن الله. بإذن الله. أنت مدى رضاك عن المجموعة والشباب اللي معاك ودور الكادر والفريق ومدرب الفريق كمان؟ أول شيء الأستاذ ماجد الطويرقة مو مقصر معانا في الأسبوع اللي راح، من ناحية اللياقة والتكتيك، وتقريبا اليوم واضح يعني تقريبا الكورة ماسكينها، هي هجمتين تقريبا لهم وصلوا الباب. توفيق في النهاية الحمد لله، بإذن الله قدام مباراتين نجيبها بإذن الله. طيب انطباعك عن البطولة، بطولة AMY الرابعة، وما تقدمه خصوصا من قوة وندية مع الخصوم؟ الله بطولة ما شاء الله تبارك الله، فرقت عن البطولات السابقة بالذات في الملعب ما شاء الله، أي فريق يقدر يشارك في البطولة دي ما شاء الله تبارك الله، ما قصروا اللجنة طبعا، شبكة النجوم ما قصرت ما شاء الله تبارك الله في البطولة، من ناحية البث المباشر وما شاء الله ما قصرت من كامل اللقاءات. الله يعطيك العافية، وانت كابتن جميل وحديثك جميل وروحك رياضية مع الكل، وهذا يدل على الاحتراف في مجال كرة القدم، لأن الكرة تجمعنا وما تفرقنا. الحمد لله والله يعطيكم العافية، شكرا لكم. شكرا لك، ونشكركم أنتم متابعينا الكرام، نقول لكم وداعا، وإن شاء الله للقاءات ومباريات أخرى. كنت معكم وليد حميد.